قبل ما ابدا درس البدايه المعتاده، احب بجد بجد اشكر شكر كبير جدا للناس الجميله اللي انتوا قريتوا كلامهم الجميل اللي قبل ما الفيديو يبتدي ده. بجد بجد شكرا ليكم بجد على الكلام الحلو ده، يعني ما شاء الله الحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل درس دمج. ان شاء الله درس النهارده دمج باذن الله، تابع مع الدرس. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل الصوره اللي ظاهره قدامكم دلوقتي على الشاشه دي، اللي هي دي الصوره دي. الفكره مش فكرتي لكن تنفيذي طبعا. الفكره فكره صوره شفتها على الانستجرام، الفكره بتاعتها يعني عجبتني فنفذتها بالطريقه اللي قدامكم دي، وباذن الله هي دي هتبقى درس النهارده ان شاء الله. قبل ما ابتدي الدرس احب افكركم بدرس الفيكتور اللي ظاهر برده قدامكم على الشاشه ده. ده باذن الله هنزله ان شاء الله لما درس الجوكر اللي باين ده يوصل 3000 مشاهده باذن الله. فاللي عايز درس الفيكتور ده يساعد في نشر الفيديو اكتر واكتر عشان باذن الله يوصل 3000 مشاهده، وممكن نخليها كمان 2500 كمان، عشان ايه انا بصراحه نفسي انزله. فيلا نبتدي الدرس. طبعا اللي متابعني على الفيس هيكون شاف البوست اللي انا حبيت اقول فيه اللغز ده. تابعني على الفيس، انت تابعني على الفيس، ويا ريت تتابعني كمان على صفحه الفيس عشان ديت اللي بنعمل عليها اللايف بتاعنا. كل شوية كده بنعمل لايف ان شاء الله. تمام، هفتح نيو بمقاس 600 في 720. هتقولي اشمعنى 720؟ اقول لك يعني الظروف حكمت معايا كده، ان انا لقيت 720 كتبت 600 بس كده. هنشوف ازاي نعمل الجزيرة اللي واقف عليها ديت، وتغيير السحاب وتغيير السماء والارض والانعكاس اللي في المية والظل والكواكب كمان. فده اللي احنا هنعمله في درس النهارده ان شاء الله. اول حاجة هعملها دلوقتي هي ان انا هجيب دي الملحقات بتاعتنا ان شاء الله اللي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، مش كلها يعني كده، بقت الملحقات كامله. هبدا دلوقتي ان انا هجيب البحر، صوره البحر اللي عندنا، واحطها تمام. هسحبها كده لتحت السنه، مش محتاجين نكبرها قوي يعني، ممكن تبقى بس كده. طبعا انا بشكر موقع وايد وول بيبر على الخلفيات دي، طبعا انا بشكره، اسمه موقع، الموقع يعني اسمه wallpaperwide.com اعتقد يعني. الخلفيات دي منه يعني، خلفياته جميلة ما شاء الله. تمام، همسح دلوقتي السما بتاعت الصورة دي لأن هي صغيرة فمش هتبقى مفيدة بالنسبة لي أوي. فهجيب أداة هعمل ماسك من هنا، وأجيب أداة التدريج دي، وأختار من فوق أسود وشفاف، اللي هي هتلاقيه الاختيار التاني على طول، وتتأكد إن أنت هنا مختار اللون الأسود. وأمسح كده بخط خفيف، أنت هتيجي هنا تعمل زوم كده، بص تشد خط كده، ممكن كده كمان بس إيه كده كويس يعني، عشان يبقى ايه ممسوح بلين شويه، ما يبقاش ممسوح قوي كده. دلوقتي هجيب السما اللي عندنا اللي هي دي، هسحبها واتاكد ان اللاير بتاعها تحت لاير السما. بص انا دايما ايه هغير كده اسامي الحاجات، وسمي دوت البحر وسمي دوت السماء، عشان بس ايه تبقى واضحه معاك انا بتحكم في لاير ايه وبسيب لاير ايه، عشان ما يبقاش في حاجه يعني ايه مش باين. هرفعها كده واقعد اكبر فيها من هنا كده، وانت بتكبر الصوره دوس على الت وشيفت دايما عشان تفضل محافظ على الابعاد، عشان مش تيجي تكبرها تلاقي نفسك كبرتها كده، لا دوس الت وشيفت وكبرها براحتك عشان الابعاد بتاعتك ما تبصش يعني، تفضل الصوره بنفس حجمها الاصلي. هنا عايز، بص انا عايز ايه، انا عندي الماسك ده دلوقتي، الحته البيضه، الحته البيضه في الماسك هي اللي ظاهره والاسود هو اللي مختفي. عايز احرك الماسك شويه، حركته كده لتحت سنة عشان الابيض ما يبقاش باين، الابيض بتاع السما ده لو انت جيت تحركه هتلاقي نفسك تحرك الصورة نفسها، فانت كل عليك تعمله انت تشيل الدبوس ده وتحرك الماسك بتاعك في الحتة اللي انت عايزها، وبعد كده رجع الماسك تاني، رجع القفل يعني تاني. عايز بس اعمله ايه شديد شوية القطع وكده تمام. عايز بقى دلوقتي اعمل زي اللي انتوا شفتوها كده من شوية، عايز اعمل الجزيرة اللي انتوا شفتوا الموديل يعني واقف عليها. فانا جبت صوره الصحراء العاديه دي، وهجيب اداه اللاسو تول، اي قصه باي شكل كده اهو، مش اي شكل اهو يعني، يخليها شكلها احسن سنه يعني. اهو انا قصيت اي شكل، اي شكل معاك هيبقى كويس. ودوس كنترول جي، جي مش جي يعني، دوس كنترول ت بمعنى ادق، كنترول جي، واسحب الصوره ديت عندك في البروجكت بتاعك. تمام، محتاج بس ايه اطلع البحر لفوق كده شويه عشان يبقى طويل يعني معانا.
والكفاية كده. تمام، دلوقتي هجيب حتة الأرض دي، هدوس كنترول تي واجي هنا عند الكورنر اللي فوق على اليمين ده، وادوس كنترول شيفت الت التلات زراير دول، واسحب شمال شوية. ده بيديني بعد، بص تحس ان انت كده بقت مفروشة على وش البحر. انا مش عايزها مبالغ فيها كده، انا عايزها سنة بس عشان تفيد، تديك سنة يعني ايه 3D كده، بعد في التصميم بتاعك. هدمج بقى دلوقتي بين الارض وبين البحر مع بعض. هدمج بينهم ازاي؟ دايما كأن حتة الجزيرة بقى فيها حتة مبلوعة تحت المية. فهجيب دلوقتي برش، البرش دي موجودة عند كل الاصدارات، ما تقولش الفرشة مش عندي، لا عندك، هتلاقي اللي رقمها 100 تحت كده، محتاج تنزل تحت شوية هتلاقيها اللي هي 100 دي. وهجيب هنا من قائمة، هتلاقي القائمة دي اسمها برش، لو مش عندك خش في ويندو هتلاقيها برش اهي. هتحكم من هنا في حاجة اللي اسمها السبيسنج. بص السبيسنج دوت هو المسافة بين كل دوسة ودوسة، يعني انا لو مشيت كده هتلاقيني عملت الخط ده، لكن لو وسعت السبيسنج كده، هو السبيسنج المسافة او الفضاء بين كل نقرة ونقرة. فانا لو عملت كده دلوقتي هتلاقيها بتعمل بعيد عن بعضها، بتنقر نقرات بعيد عن بعضها، لكن لو السبيسنج بينهم صفر هتلاقيهم بيمشوا جنب بعض. فانا اللي عليا ان انا عايز اعمل السبيسنج دوت ابعد سنة كده يعني. ممكن هنا في الشيف دايناميك دي اللي هو الاختيار، احنا هنا بنبقى هنا، هنا بقى الاختيار التاني، ممكن ايه نعمل شوية تعديلات يعني. ديت مثلا بتغير، بتخلي كل نقرة بتدويرة معينة، تدي عشوائية اكتر. العشوائية دي بتبقى مفيدة في ان انت تبين التصميم بتاعك طبيعي يعني. هعمل هنا ماسك على البحر ده، واجيب الفرشة بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي، واخلي لونها اسود، وابدأ امشي كده في الجناب. لازم تبقى بتدوس كذا دوسة، امشي في الجناب عشان ما اخليش فيه جوانب حادة، لا ده احنا نعمل جوانب كأنها في البحر، والبحر عشان هو بيبقى شفاف احيانا فهيبين حتة من الصخر او الجزيرة اللي واقف عليها. تمام اهو، وممكن تزود في حتت، ممكن تزود في الحتة اللي هنا، ممكن تشيل حتة خالص عشان برضو ايه تأكد فكرتك كده. تمام اوكي، دلوقتي بس بايه انا من الحتة دي هنا كده. نجيب دلوقتي بقى صورة الموديل. تمام، اصلا صورة الموديل كانت صورة كاملة كده، لكن انا ايه قصيتها عشان ما يبقاش باين، ما يبقى من غير خل، ما يبقاش بخلفية يعني، عشان ايه نسرع في وقت الدرس شوية. وانت ان شاء الله هتلاقيها تحت في الملحقات مقصوصة، ما تقلقش. مش تمام، هوقفه هنا كده، مش عايزه يبقى كبير قوي يعني، انا عايزه يبقى ايه حجمه متوسط عادي يعني. تمام هنا كده، عايز بس ايه اصغر الحجم دي كده شوية. تمام، دلوقتي هجيب البلالين اللي عندنا اللي احنا محتاجين نعملها، اللي هي الصورة دي، افتحها بس في صورة لوحدها. انا محتاج من الصورة دي حاجة واحدة بس، الصورة دي جبتها من جوجل عادي، معرفش مصدرها ايه يعني. هقص بأداة الدايرة بتاعت القص عادي، هقص الحتة دي والحتة دي، هقص البلالين واسيب الخيط بس. انا محتاج الخيط واجيبه هنا في التصميم بتاعنا، هنصغره شوية عشان يناسب حجم الايد بتاعت الراجل يعني، نخليها هنا كده. وببساطة قوي كده اعمل زوم واعمل ماسك، وهات اداة اللاسو تول دي وامشي حوالين الايد، مش طبعا مش بدقة يعني، لكن اهو كده في السريع كده امشي حوالين الايد، ودوس الت ديليت وانت عامل اللون بتاعك اسود، هتلاقي ان مسحت حتة، فان هو كأنه بقى ماسك اللون بجد. هدوس كلكتين على الشرايط، هسميها شرايط يعني عشان ايه، واخش على كلر اوفرلاي واخلي اللون بتاعها اسود قليلا، ونقلل الاوباسيتي بتاعت اللون الاسود ده، بس المهم ان هو يديها غمقان يعني شويه عشان يبقى باين في التصميم ان ايه ده. لو عايز تعمل زي في التصميم نفسه، عملت كوبي كنترول جي وعملت روتيت كده سنه، حطيت الانكر هنا، بدوس الت واروح دايس على هنا عشان احط نقطه الارتكاز والف كده، ايه بتديك شرايط اكتر يعني. تمام، نضم الاثنين في لاير واحد مش مشكله. نجيب بقى دلوقتي ايه الكواكب. هتلاقي عندك صور كواكب كتير، انا حطيتها لك هنا، كواكب منفصلة وصور كواكب مجمعة كده. فأنا هبتدي دلوقتي أجمع كوكب كوكب جنب بعض، تابع معايا الكواكب. واعمل برضو أحجامهم تبقى مختلفة يعني، ما يبقاش كلهم حجم واحد، لأن حتى في الحقيقة مش هيبقوا حجم واحد، لكن برضو عشان تدي نفسك إيه أشكال كويسة يعني. كمان حبيت اضيف القمر، هو مش برضه مش من فكرتي، لكن كانت فكرة حلوة من المصمم الاصلي، ان كمان اضافة القمر يعني كانت فكرة كويسة.
وهنا في صورة الكواكب دي بأداة، أي أداة قص، قص الحتة، قص الكوكب اللي أنت عايزه ودوس كنترول شيفت جي عشان تاخده في لير لوحده كده وحطه في الديزاين بتاعك. تمام، هعمل روتيت كده سنة، حطه هنا ونجيب كوكب، أي كوكب تاني. محتاجين نملى المساحة اللي هي ورا فوق على اليمين، حطه هنا كده، استأكد ان هو تحت زحل او كوكب ابو دوائر حواليه عشان بس ايه الاسامي ممكن تبقى مختلفة في اي بلد تانية الله اعلم، مش عارف بقى براحتك، انا مش عارف احطه فوقيه ولا تحتيه مش مشكلة. نملى بكواكب تانية من الصورة الكبيرة، نقفل دي من الصورة الكبيرة. ممكن ناخد الكوكب ده اهو نحطه هنا، متأكد دايما ان اتجاه الظل عكس يعني ايه على الشمال هنا، لان انا هعمل اضاءة على اليمين، فايه او هنا دوت هيبقى ورا خالص فمش مشكلة، مش هتبقى هي دي المعضلة يعني. كفاية كواكب كده، كفاية كواكب كده، انت عرفت الموضوع بيتعمل ازاي يعني. لو عايز تكمل نحشر كواكب تانية مش مشكلة، لكن ايه تمام. بعد ما خلصنا الرص ده كله محتاجين دلوقتي بقى نعمل ايه، اضافة سنة واقعية شوية. طبعا هو التصميم نفسه مش واقعي لكن مش مشكلة، محتاجين بس نضيف سنة واقعية. يعني كوكب الارض هنعمل تحتيه لير وبفرشة ناعمة عادية، فرشة الناعمة العادية دي خالص. محتاجين لون اسود، نصغر الحجم كده سنة وندوس دوس عشان دوت هيبقى الظل اللي عامله كوكب الارض على بقية الكواكب. نيجي ورا القمر، نيجي ورا القمر نعمل لير تاني برضو للظل، نرمي ظل على الكواكب اللي وراه اهو كده، وورا الكوكب الاحمر اللي هو الناري ده اللي قصادنا ده فينوس. نعمل اسود على زحل، كوكب زحل، وكوكب كمان الكوكب الازرق اورانوس اعتقد. للاسف عشان الواحد ما بيدرسش الحاجات دي بقاله كتير فنسي الحاجات دي اساسا. تمام اهو، ورا كل كوكب بعمل لاير كده عشان اضيف الظلال يعني فوق الكوكب الصغير اللي هنا ده، وهنا كمان دوسة. محتاج بس الف كوكب الارض شوية عشان ايه، عشان كوكب الارض عشان هعمل اضاءة مصدرها من ناحية اليمين اساسا. تمام، بعد الرصة الغريبة اللي احنا عملناها دي هنعمل دلوقتي بقى ايه، فوق كل ده هنعمل نيو لير ونخلي المود بتاعه لينر دوج اد، وهجيب لون اصفر كده بس ايه في الغوامق كده شويه، وارجع لورا واجيب فرشايه كبيره كده شويه بمقاس مثلا 400، المهم ان انت تكبرها كده سنه، وهدوس دوسه هنا ودوسه تانية من ابعد سنه من الحته دي، لكن المهم ان انا عايز يبقى هو دوت مصدرين الاضاءه بتوعي. هضم بقى ايه كل الكواكب بالشرايط بتاعتهم كلهم كده، احطهم في جروب كنترول جي سميهم كواكب، وهدوس كليكتين على الموديل وادوس انر جلو، قصدي اسف انر شادو، هو ده اللون اللي انا عايز استخدمه في الاضاءة يعني اهو، وبرضه نخليها لينر دوج اد الاوباسيتي 100، ونعمل الاوباسيتي 100 ونعمل اتجاه الاضاءة الاتجاه الصح بتاع الاضاءة اللي هو جاي من فوق على اليمين كده، وندوس اوكي. وممكن تضيف نفس الافكتات، دوس الت وتروح ساحب كلمة انر شادو دي وتحطها للكواكب كمان عشان يبقى هي كمان عليها الانعكاس بتاعها. محتاج بس ايه اغير شوية في الاضاءة اللي احنا عاملينها دي مش حلوة قوي، نضيف اللون ونحط الإضاءة من هنا والإضاءة التانية من بعيد شوية من هنا. هضيف دلوقتي هاخد الاتنين الكواكب والراجل، ناخد منهم كنترول جي يعني كوبي، ونعمل كنترول اي عشان نحطهم في لاير واحد، وهقلبهم كده. بعد ما دوست كنترول تي طبعا اروح اقلبهم كده وحاطط اللاير هنا كده، ممكن تسحب دي كده وتعملها كده مش مشكلة اهو، وحط ديت هنا كده. هخلي اللون بتاعهم اسود، دوس كلكتين وهدوس كلر اوفرلاي واخلي اللون اسود اوباسيتي 100 اسود خالص، واخش على فلتر بلور
جوزجن بلور اللي هو ده. نزوده سنة او نقلله سنة مش مشكلة، ونحطه تحت خالص فوق لير الصحراء دوت، ارض الصحراء، وادوس الت وادوس بينه وبين لير الصحراء عشان الظل يبقى عليها هي بس، واقلل الاوباسيتي بتاعت الظل ده سنة بسيطة. ممكن تنقل الارض والكواكب والناس يمين كده سنة كده، تمام. محتاج دلوقتي اخد كوبي من لير الراجل نفسه الموديل يعني، مش مهم الانر شادو ده خالص، واعمل له كنترول تي وادوس كليك يمين واختار فليب فيرتيكال او ان هو يتقلب فوق وتحت يعني، واخش من فلتر واختار ديستورت واختار منها ويف. ويف عشان تديني هزة المية زي هزة المية دي. الاعدادات اللي انا عاملها مش مغير غير في الرقم اللي فوق بس، نخليه 40 وادوس اوكي. لا كده وحش قوي. مش 40، نقلل عن 40 شوية. فلتر ديستورت ويف ونخليها مثلا 20، 10، 5 يعني، حاجة قليلة شوية كده. انا خليتها واحد، خليناها واحد وهنحطها هنا كده، وهنحطها تحت خالص تحت لير الصحراء بس فوق البحر كده كأنه الانعكاس بتاعه، وهنخلي المود بتاعه سكرين ونقلل الاوباسيتي بتاعته سنة يعني، سنة انعكاس في البحر ما فيهاش مشكلة، تدي برضو ايه شكل حلو. ممكن تضيف بلور، تدوس على دي كده تضيف سنة بلور يعني، ممكن تمسح كمان من الارض من هنا عشان تبين اكتر، لكن مش هي دي دلوقتي اللي هنعملها. هنعمل فوق كل دوت بقى من هنا وقائمة الادجستمنت، لو مش من لا مش لاقيها هتلاقيها هنا في الويندو. هضيف كيرف وارفع الهاندل اللي تحت دي او الايد اللي تحت دي، واغمق كده وافتح كده، واضيف كمان هيو ساتوريشن اللي هي دي، واقلل الالوان بتاعت الديزاين شوية، تمام. اضيف بقى دلوقتي حاجة اسمها كولر برضو من دي قائمة الادجستمنت، هي دي هي هي دي فيها نفس الحاجات. هضيف من هنا حاجة اسمها كولر لوك اب، كولر لوك اب هضيف منها فوجي نايت، وهضيف كولر لوك اب تاني اهي، واضيف منها الاختيار ده، استنى اتاكد هو بس ولا لا الاول، تمام هو ده الاختيار اللي انا محتاجه يعني دلوقتي، اللي هو اسمه فوجي انترنا الاسم ده يعني. حطه تحت الكالر لوك اب الاولاني اللي هو الفوجي نايت، ممكن احطهم هما الاتنين تحت الاختيار ده، اقلل الاوباسيتي بتاعت الفوجي نايت دي شوية، واجمعهم كلهم في لير واحد فوق خالص، الت كنترول شيفت اي، واخش على فلتر كاميرا رو فلتر، وهناك هعدل على الكونتراست شوية. ممكن كونتراست تجيبه برضو من الادجستمنت، انا مش بصعب عليك ما تقلقش، بس انا يعني ايه ارتحت في استخدام الفوجي قصدي الكاميرا رو فلتر شوية. هزود الكونتراست كده سنة بسيطة، سنة بسيطة، وممكن كمان ازود الشادوز واقلل الهايلايت وازود الكليريتي دي شوية بسيطة، واخش من فلتر واختار فلتر واختار شاربن شارب عشان تديها سنة شاربنس شوية، وممكن كمان اضيف كنترول بي او من كالر بالانس يعني، ممكن اديله لون مصفر شوية الديزاين، لون مصفر او مزرق، بتدي برضو لمسة يعني ايه احترافية سنة بسيطة يعني. كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف شوب توتوريالز، لو عجبك الدرس دوس لايك تحت الفيديو، و لو عايز تقول اي حاجة في الكومنتات انزل تحت قولها، وهتلاقي الملحقات تحت الفيديو كمان، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. خلاص الدرس خلص، خلص والله خلاص.